مصر كلها النهارده صحت على خبر غريب جدا، خبر عجيب غريب جدا وبدون مقدمات، الخبر كان بيقول اعتقال رئيس شركة جهينة صفوان ثابت. فجأة وعند جهينة الخبر اليقين، فجأة مصر كلها بتصحى على الخبر ده، اعتقال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة أو صاحب شركة جهينة لمنتجات الألبان والجبن والحاجات دي. لكن الحقيقة بقية الأخبار بدأت تنهال تدعو جهينة تدعو مجلس إدارتها للإنعقاد بشكل طارئ بعد التحفظ على صفوان ثابت صفوان ثابت يا حضرات معلش خلوني أقلب مبشر شوية كده أقلب معرفش ليه كده جاف في دماغي لما قريت الخبر ده في حاجة في العهد القديم اسمها سفر الأمثال لما تقلب في سفر الأمثال عدي أمثال داود وخش على أمثال سليمان في أمثال سليمان في العهد القديم السفر أو المثال رقم 23 اسمعوا كويس قوي مسلم مسيحي مش مهم خد الحكمة منه السفر ده بيقول أو المثل ده بيقول إذا جلست تأكل مع حاكم فلتأمل أو تتأمل أشد التأمل فيما هو أمامك ضع سكينا في حلقك إن كنت شريها لا تشتهي أطيبه لأنها أطعمة خادعة لا تشق طلبا للثراء اكبح جماح نفسك بفضل فطنتك ما تكاد تتألق عيناك حبورا به حتى يتبدد إذ فجأة يصنع لنفسه أجنحة ويطير كالنسر محلقا نحو السماء المثل ده هايل جدا لما تاكل مع حاكم بص على الاكل كويس وحط سكينة ببقك يعني عطل آلة الاكل لأن الراجل ده فجأة وانت حاسس انه مبسوط بيك هيصنع جناح ويطير نحو السماء كان نسر ده بالظبط اللي بيحصل مع كل اللي قربوا من السيسي مهما كانوا قريبين وبيدفعوا ومنهم الراجل اللي تم اعتقاله النهارده صفوان ثابت رجل لكل العصور متهم بالارهاب واتبرع لتحيا مصر. نشوف كده مجموعه الاخبار دي عن صفوان ثابت وهنسال السؤال المهم جدا. بص بقى جهينه تدعو مجلس ادارتها لشكل ده خدناه. هات لي بقى صفوان ثابت مصر تسير على الطريق الصحيح وما حققه السيسي اعجاز. ده كان في 23 فبراير 2018. ده اللي قاله صفوان طبل وزاره الاعلام تكرم جهينه لدورها في تحقيق التنمية المستدامة ده في عهد السيسي برضو اطلع على تفاصيل خبر في جريدة المال وزارة الاعلام المصرية اهو في نوفمبر 20 11 نوفمبر 20 حصلت شركة جهينه للصناعات الغذائية على جائزة مبادرة التنمية التي اطلقتها وزارة الدولة للإعلام والتعاون مع مش عارف مين وإلى آخره إلى آخره ده في نوفمبر 20 جهينه حصلت على تكريم من وزارة الإعلام الراجل يعني زي الفل ومظبط اللي, اللي بعده عشان تعرف ان صفوان ثابت رجل لكل العصور الوطن تنشر تفاصيل الافطار مع الرئيس خمس ساعات مع رجال الاعمال تجمع خمسة مليارات جنيه كان منهم الراجل محمد فريد خميسة هو صفوان ثابت والدنيا اسهم عدد من رجال الاعمال بمبلغ خمسة مليار لصندوق تحيا مصر خلال حفل افطار رسمي نظمته مؤسسه الرئاسه أمس بالاتحادية ووفقا للقائمة اللي حصل عليها الوطن فإن أبرز الرجال الذين رجال الأعمال اللي وجهت لهم الدعوة نجيب صويرة صندوق عباس رؤوف غبور وأحمد العزبي ده طيره العزبي ده طار بعد كده بتاع مالت فرمة ونسيم منصور ويوسف منصور ومجدي عبد ومجدي عبد المنعم وثروت باسيلي رئيس مجموعة آمون آمون هيبيعوها دلوقتي ومحمود عثمان أحمد عثمان ومجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ومحسن بطيشة رئيس كذا وكمال بشاي رئيس مجموعه بشاي للصلب ومنصور عامر صاحب مجموعه منصور وصادق السويسي وجمال الجرحي بالاضافه الى عدد من رجال الاعمال الذين حضروا اللقاء السابق بفندق المسا الاسبوع الماضي وعلى راسهم محمد الامين وبعدين محمد فريس خميس وحسن راتب واحمد ابو هشيمه ومحمد ابو العينين وصفوان ثابت. لمهم السيسي ذات ليله وقعدهم في حته وخد منهم خمسة مليار صفوان ثابت ننهي اجراءات التبرع لصندوق تحيا مصر خلال ايام اتبرع والله في 2014 اتبرع الراجل ودفع الاتاوه ودفع الاتاوه الراجل وبقى زي الفل اديني كمان اخبار عن صفوان اتبرع بكام بقى صفوان ثابت محامي صفوان ثابت موكلي دعم صندوق تحيا مصر وليس له علاقه بالاخوان اتبرع بكم هذا الرجل المسكين شركة جهينة والبطاطس أمام القضاء إنتاج أغذية فاسدة والغش التجاري والاحتكار ده بدأ لما بيقلبوا عليه أو بيحاولوا يبتزوا الأخ بتاع صوت الأمة صوت الأمة إنما اتبرع بخمسين مليون صفوان ثابت رجل كل أنظمة على قوام اتبرع بخمسين مليون جنيه ومع ذلك لم تشفع له هذه الملايين إنه ما يتقبضش عليه النهاردة العب تاني لو عندك أخبار تاني يعني الحقيقه الراجل دفع من جيبه من حر ماله خمسين مليون جنيه لصندوق تحيا مصر ومع ذلك اهو الخبر اهو رجل الاعمال صفو من ثابت يتبرع بخمسين مليون جنيه لصندوق دعم مصر ده في 2014 معلش بس رجعني تاني كده ف 2014 دفع خمسين مليون بس طب امال القعده بتاع الاتحاديه دفعوا فيها كام؟ لم فيها خمسة مليارات كانت امتى القعده بتاع الاتحاديه؟ إذا كان هو دافع في 2014 هات الخبر كده معلش دافع 50 مليون في 2014 خلينا الخبر ده إمتى بقى؟ الوطن تنشر تفاصيل اطلع الخبر ده ملوش تاريخ ولا إيه؟ خبر عجيب جدا في خبر في الدنيا ملوش تاريخ الأعلى دي كانت إمتى؟ لأن ده بعد 2014 هو في 2014 ثابت رسمي إنه أهو ثابت رسمي إنه دفع 50 مليون جنيه هل القعدة دي بعد بعد كده ولا معاها؟ إنما دفع الراجل دفع الإتاوة هي نفس القعدة دفع فيها خمسين مليون السؤال بقى اللي الناس كلها بتسأله يا ترى إيه السبب؟ هل بسبب محاولات السيطرة على بزنس الألبان في مصر؟ خلينا نشوف كده مال جهينة ومال السيطرة على بزنس الألبان في مصر الخبر بيأكد ان 70% من السوق بتاع الالبان مسيطره عليها الشركه دي الشركات المهيمنه تسيطر مجموعه صغيره من الشركات الخاصه المحليه والاجنبيه على سوق منتجات الالبان المعباه في مصر بعد ان خرجت الشركات الحكوميه من السوق اما بالتوقف او الاستحواذ تستحوذ شركه جهينه على النصيب الاكبر من سوق الحليب بنسبه 70% ونحو 30% من سوق الزبادي وتنافسها شركه زي بيتي المملوكه للمراعي السعوديه ونسله السويسريه ودانون ولكتل الفرنسيتين الحقيقة إذن كده جوهينة بتسيطر على 70% من سوق الألبان و30% من سوق الزبادي امبارح السيسي قال خبر غريب ويبدو أن دي كانت كلمة السر امبارح السيسي يوجه بدعم تجميع الألبان شوف الخبر ده كده امبارح ده كان بالأمس. أهو السيسي يوجه بدعم تجميع الألبان بخمسين ألف جنيه لكل مركز ده واحد ديسمبر الثلاثاء عشرين بعد ما نفخ اصداغه كده وقال الجملتين دول الصبح اتقبض على بتاع جهينه. طيب ماشي ماشي نمشي مع الموضوع لاخره. ادي خبر اهو لهشام توفيق وزير قطاع الاعمال عن محاوله السيطره على سوق ال ال الالبان. الحكومه تتحالف مع الصندوق السيادي لمواجهه استحواذ صغار ملاك البقر على الالبان. الله ايه بقى الحكايه؟ يبدو ان الحكايه بعد ما السيسي قال الجملتين دول اللي هو تجميع الالبان والسيطره والحاجات دي الصبح رجاله بغباء شديد جدا لموا الراجل بتاع جهينه وقبضوا عليه يبدو ان هو زعلهم في حاجه يعني. في واحد اسمه محمد رزق كان بيتكلم على القبض على صفوان ثابت وقال البوست ده، انا بس عايز اقرا البوست ده مع حضراتكم ونشوفه شويه بيقول القبض على المعاند صفوان ثابت رئيس مجلس اداره ومؤسسه شركه جهينه للصناعات الغذائيه بعد منتصف ليله امس واقتياده الى مكان غير معلوم بعد ادراجه على قائمه الارهاب نصحت المعاند صفوان ثابت منذ ثلاث سنوات انه يجيب شريك اجنبي معاه في الشركه لغله يد العسكر ولكنه قال لها قال لي يوما ان يومها ان الشركه مدينه لبنوك مصريه وخارجيه بمليارات الجنيه مما يصعب على الشويش وضع يده عليها المهندس صفوان ثابت من الناس اللي دفعت ملايين الجنيهات جبايه لصندوق تحيا مصر السري والذي لا يعلم احد بحجم الاموال اللي بتدخله بعيدا عن رقابه اجهزه الدوله الرقابيه، لدي معلومه غير موثقه تؤكد رفض صفوان صفوان ثابت لدفع 300 مليون جنيه جبايه اضافيه لصالح صندوق تحيا مصر فكان نصيبه الاعتقال، سوف يستمر العسكر في سرقه اموال المصريين وتدمير الاقتصاد من اجل ملء بطون جنراتهم بالمال الحرام لانه ببساطه لا يملك احد محاسبتهم